للحديث عن التحذيرات من إغلاق معبر باب الهوى شمال غربي سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة غازي عنتاب التركية الباحث السياسي السوري حسن النيفي. أستاذ حسن، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من معبر باب الهوى، حيث أنه مهدد بالإغلاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة. من جهتها منظمة العفو الدولية حذرت من كارثة إنسانية قد تطال حياة ملايين السوريين في إدلب، لكن السؤال المطروح هنا، هل سيغلق الفيتو الروسي شريان الحياة الوحيد في هذه المنطقة أستاذ حسن؟ تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. لعل الجميع يعلم أننا أمام استحقاق في 10 تموز المقبل يتمثل بالتصويت في مجلس الأمن على التمديد لتفويض إدخال المساعدات عن طريق معبر باب الهوى، وأن هذه المسألة قد كانت مثار جدل. نحن ندرك في 10 تموز من العام الماضي كادت روسيا أن تتخذ حق النقض الفيتو، لولا الضغط التركي أو ربما المصالح المتبادلة بين تركيا وبين روسيا هي اقتضت الموافقة الروسية. يبدو هذه المرة أن موسكو ستفعلها. السبب في ذلك أن موسكو نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام دمشق، هي تريد أن تكون المساعدات تأتي عن طريق النظام ليتحكم بها نظام دمشق، وبالتالي يتم توزيعها وفق لما تقتضيه مصالح النظام، وبالتأكيد سيحرم منها يعني ملايين الناس الذين هم بحاجة إليها. الجميع يعلم أنه في الشمال السوري اليوم 4 مليون إنسان موجودين، هؤلاء يعني المساعدات بالنسبة إليهم هي المادة الأساسية التي يعتاشون منها. طيب. موسكو أيضا إضافة إلى ذلك، يعني في اجتماع بوتين وبايدن في قمة بروكسل من الأيام القليلة الماضية تطرق الرئيسان إلى هذه المسألة، وواقع الحال لا أحد يمكن أن يتكهل له بالضبط، لأن المسائل التي دارت بين بايدن وموسكو حول المسألة السورية أو فيما يخص الملف السوري هي حصرا مسألة المساعدات. وأعتقد أن بوتين يريد أن يقايض على هذه المسألة، ربما يريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع نوع من العقوبات عن نظام دمشق أو عن العقوبات المفروضة على موسكو حتى يوافق. كل هذه الأمور يعني المقايضة مسألة قائمة. أستاذ حسن، إذا ما تحدثنا عن ردود الفعل، يعني الولايات المتحدة وتركيا ودول أوروبية عديدة حذرت من موضوع أو مسألة إغلاق معبر باب الهوى، ما هي الخيارات المتاحة لهذه الدول لوقف سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب السوري من قبل النظام السوري بشار الأسد ومن قبل أيضا روسيا؟ يعني لو شاء المجتمع الدولي إنقاذ السوريين من الجحيم الذي يفرضه بوتين وبشار الأسد لفعلوها، هم يستطيعون التحرك من خارج مجلس الأمن. يعني الآن المعابر، سواء معبر باب الهوى أو المعابر الموجودة على الحدود العراقية السورية أو معبر باب السلامة، هذه كلها لا يسيطر عليها لا نظام ولا موسكو. وبالتالي إن أرادوا أن يفعلوا شيء من خارج مجلس الأمن يستطيعون فعل كل شيء، ولكن هذا طبعا يعني سيجعل بوتين يستهدف ربما منطقة إدلب وأرياف إدلب، ربما يزيد من تصعيده العسكري، ولكن الحلول هي موجودة من خارج مجلس الأمن لو شاء المجتمع الدولي ولو شاءت الولايات المتحدة الأمريكية. إنقاذ السوريين يعني هي لم تتوقف الآن فقط على المسألة الإنسانية. بالنسبة للولايات المتحدة أستاذ حسن، اليوم عززت الولايات المتحدة قواعدها بأرتال عسكرية وأيضا بمعدات لوجستية جديدة في ريف الحسكة، ما دلالات وتوقيت هذا التحرك الأمريكي؟ كيف يمكن تفسيره؟ أعتقد يعني هذا التحرك وهذا التعزيز الأمريكي للقوات الأمريكية شرق الفرات وتحديدا في الحسكة لا علاقة له بمسألة إدخال المساعدات الإنسانية، هذا يتعلق بالقوات الأمريكية المتواجدة هناك ومواجهتها للميليشيات الإيرانية التي تتموضع في تلك المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية يعني
الهم الأساسي لها أو يعني أولوياتها في الجغرافيا السورية في الوضع الراهن هو إيران. يعني الملف السوري هو بالأصل ملحق للملف الإيراني، وليست القضية السورية أولوية بالنسبة إليها، وأي تحرك عسكري هناك هو موجه لخصومها، أي الميليشيات الإيرانية يعني تخشى من تغلغل إيراني زائد من محاصرة الإيرانيين لقواتها هناك، تريد أن يعني تبقى العصا الأمريكية مرفوعة وقوية بوجه خصومها الإيرانيين، ولا علاقة لها بالشأن السوري. من مدينة غازي عنتاب التركية الباحث السياسي السوري حسن النيفي، شكرا جزيلا لكم.